محمد رضا الطوجني مناضل جمعوي في مدينة أكادير. قريت ملي كنت صغير قريت في ولي العهد، كوليج ولي العهد، من بعد في يوسف بن تاشفين الباك عامين، ومن بعد واحد المسار غادي نقول لك اللي ما كنتش كنتسناه ولا ما كنتش، لان كانت في واحد الوقيته تعرفت مع مولاي احمد العلوي الله يرحمه في هذا النهار، ومشيت في واحد الطريق واحد اخرى، ومن بعد تخلقت واحد الجمعيه اللي سميتها جمعيه الصحراء المغربيه، ودخلت في النضالات ديالي من اجل الوحده الترابيه، وحتى من توابيت الدوله وبزاف ديال الامور. كنت في ولي العهد يوسف بن تاشفين سيونتيفيك، كنت ودرت الالكترونيك اندستريال، ومن بعد مشيت لا ميكرو الكترونيك، ومن بعد مشيت لدومين واحد اخر ما بغيتش نتكلم عليه. هذا الفيديو كان واحد الغضب، كان خير السنين خرج غير واحد طرف صغير من الغضب اللي كان عندي على واحد المسؤولين، وهذوك المسؤولين كانوا ديال المخابرات العسكريه، لانه في واحد الوقيته اللي كنت كناضل ودخلت كتعرف انه واخا راك مناضل محتاج، حنا كنا كدوله ومؤسسات دوله ومجتمع مدني خصنا نكونوا متكاملين، دونك كنا خدامين على ملف الصحراء وغاديين. من بعد ملي كتلقى الموس كيجيك من الظهر من واحد المؤسسه اللي انت اللي من المفروض هي تحميك، وهذيك المؤسسه هي تساندك وهي دير بزاف د الحوايج، ومن غير داكشي ملي كتشوف هذيك المده عدم الاحترافيه، كتشوف شي حوايج اللي خايبين راه قلتهم في الفيديو وكنتحمل مسؤوليتي فيهم، كان خصني نخرج داك الغضب ديالي، خرجته في هذاك الفيديو وكنتحمل مسؤوليتي فيه. الرغبه باش نهاجر على برا كانت ديما كاينه، ولكن في 2000 وفي الاوائل ديال 2018 واحد النهار مرتي ولادي جيت من الخدمه قال لك غنمشيو بغينا نمشيو في حالتنا، لان ما عايشينش واحد العيشه اللي هي مزيانه، ما كنقولش الاكل والشرب، لان عايشين كيف كاع الناس ديال اكادير واقيله وكاع الناس المغاربه دابا، اش كنديروا؟ كناكلوا كنشربوا كنعسوا، على كل حياه ماشي هي هذيك، ولو في اكادير راه عندي بزاف ديال الحوايج، يعني عندي ها الجيت سكي ها الكواد فين تخرج مع ولادك فين تمشي، ولكن ماشي هي الحياه، الحياه وهو كيفاش كتعيش، واش عندك مسرح، واش عندك مسبح، واش عندك تمارس الرياضه اللي بغيتي، الثقافه، واش كاين متاحف، واش كاين ادويه، الحياه. الا كنا غير غناكلو ونشربو كنكونو غير حيوانات. دونك ولادي في واحد الوقيته ما بقاوش باغين، وكانت الرغبه يعني مده واحد 4 ايام درت الاجراءات على اساس راني غادي غنبيع حتى انايا المشروع ديالي، وعندي واحد المشروع في الدار البيضاء الحصص ديالي مع الشركه غادي نبيعهم ليه، وغنهز فلوسي كما كيديروا الناس في عادي كلشي كيديرها في المغرب، وغادي نمشي حتى انا لبرا وغادي حتى نستالا وصافي، وغنبنى نبدا واحد الحياه اللي زوينه. واحد النهار مني فقت من بعد هاد واحد 40 ولا 50 يوم من بعد مني فقت ما غاديش نمشي، وقررت غنغير الامور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، لان هي الطريقه الانجع اللي كاينه دابا باش توصل الرسائل ديالك وكل شيء، ونفيق المجتمع بانه راه دير هاد العيشه اللي حنا عايشينها راه ماشي عيشه، ما كنقولهاش مباشره، ولكن عن طريق لي فيديو نتطرق لعدد من المشاكل اللي بغينا نغير اكادير، نغير الجهه بهاد الطرق عن طريق الفيديو، باش المسؤولين يحسوا ويعرفوا الاغلاط اللي كاينه وتوريهم، كتسمى لونسور داليت، كنثير الانتباه على وعسى نبدلوا شي حاجه. ملي كنقول غنبدلوا اكادير راه حنا غنبدلوا المغرب كامل. عمري انتميت لشي حزب، ما عمري مشيت تصوت، ما عمري درت شي حاجه، علاش؟ لان ما عمري كنت كنتيق بشي حزب سياسي، حتى 2015 فاش مشيت صوت في الانتخابات الاخيره، كانت اول مره واخر مره اللي صوت، ما عمري انتميت لشي حزب. علاش؟ لانه انا كف واحد العدد الاغلبيه ديال المغاربه الاحزاب السياسيه ما عندهاش ديك لاتراكتيفيتي، دونك ما كنحس بلا لا تمثلوني لا في الافكار ديالي لا في حتى حاجه، وخصوصا ملي كنت مع مولاي احمد ومع ناس اخرين من بعد في هذه السنوات كامله، كتشوف في النهار كاين واحد لو ديسكور وفي الليل كلشي جاي امتيازات وهذا وشي حوايج اخرى، دونك كتعطيك واحد النظره بانه ماشي داكشي ماشي سانسيغ، دونك ما عمري مشيت لشي حزب. شحال من حزب غيولي عندنا في المغرب؟ غيولي عندنا 60 حزب، ما يمكنش، هذه وحده. الثانيه باش ندخل الحزب غادي يغرقوك وسط منه وما غادير حتى حاجه، دونك ما غايمكنش توصل هذوك الافكار ديالك وداك الشيء اللي بغيتي دير، لان كل حزب عنده ارتباطاته، عنده لاجوندا ديالو، عنده تحالفاته، دونك ما غادير حتى حاجه.
وراه الخطر فين جاي هو اللي جاي للمغرب في الانتخابات الجايه، لان الاحزاب الى يومنا هذا مازال ما فهمتش هذا الموضوع بانه، ويسمحوا لي مع احترامي اليوم كاع هذوك القاده السياسيين اللي عندنا في الاحزاب خصهم يشوفوا حالاتهم. انا كرضا ما بقيتش بغيت نشوفهم يمشيو يدوزوا الريتريت ديالهم مع وليداتهم ويمشيو. الاحزاب الى ما تشباتش راه مشكل. ندوي على القيادات الحزبيه ما كدوش على الحزب. انا مع نوضوا نعاونوا الاحزاب العتيقه اللي كانت في المغرب اللي هي الاتحاد الاشتراكي، الاستقلال، بي بي اس، هاد الاحزاب هادو، حتى اليسار الموحد، هاد الاحزاب العريقه في المغرب كان خصنا ندعموها لانها كيمثل واحد الايديولوجيات. حنا قتلناهم وهما قتلوا راسهم، لانه كتلقى بعض القيادات انتهازيه جالسه على الكرسي. شوف ما يمكنش تكون اشتراكي وتقول لي غدا غنمشي لحزب الاستقلال، ما كيمكنش تكون من حزب الاستقلال وتقول لي غدا غنمشي لليسار موحد، هذا الحماق. دونك كتولي الارتزاق، هذا كتولي انت ما عندكش القناعه ايديولوجيه ولا واحد الفكر ولا شي حاجه. اليوم هذا الترحال السياسي غادي غير على قبل المصالح، كل واحد غادي على مصالحه. راه بمعنى شوفي البام الاصاله والمعاصره نهار تاسس بين نهار وليله تباراشوتا، بين نهار وليله دخلوا كلشي، علاش دخلوا الناس كاملين وكلشي كيجري وكيهرول؟ وواحد الوقيته لانه شافوا مستشار ملكي هو اللي كاين، كلشي جاي طامع في المنصب، طامع في لي زافير، طامع في هادشي. اكبر غلط ارتكب هو هذاك، لان الطريقه ماشي هي هذيك. اليوم هذاك اللي شفتيهم غير المستشار الملكي حيد طحنوا بيناتهم. اليوم عندنا الاحرار بحال بحال، حيت كاين اخنوش وكلشي طامع فلوس اخنوش، كلشي هما جايين كلشي كيجري. وهاد المسؤولين ولا هاد الناس اللي جايين كيهرولوا الاحرار، غدا انتخابات جايه، اولا شكون اللي يضمن لكم هادوك المناصب؟ هادوك المناصب كل مره غتعطيوهم الاحرار وانت جامع قشلات البشر. دونك غدا ولا بعد غدا ملي ما غاديش يلقاو هادوك الناس اللي جاو دوك الشيء اللي المصالح اللي بغاو، غيطحنوا بيناتهم، نفس المشكل غادي يطرا هنا. وما نكونوش عاوتاني كنحلموا الاحرار الانتخابات الجايه بالفلوس بالقوه وكل شيء. ما نساوش بانه كاين اعداء سياسيين اللي تاهما غيلعبوا الدور ديالهم في الانتخابات الجايه. ملي كنقول الاعداء السياسيين عندنا احزاب اللي هي ضعيفه، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، البيبيس، هادو كلهم احزاب ضعيفه لان ما عرفاش تشبب وتزيد لقدام ودير شي حوايج. ولكن راه عندك بن كيران راه مازال ما ماتش. مجموعين سياسيين راه ما عندهمش شي دور طلائعي. ملي كان نمشي للحزب الاتحاد الاشتراكي مع احترامي لهم، واش انا كنعرف عندهم طاقات شابه زوينه وكل شيء، ولا حتى حزب استقلال ولا غيره، واش غادي تجلس مع الشقر؟ مع احترامي للشقر انسان سياسي بوحد نكدوز التاريخ ديالو، واش ما يمشيش يهز الحاجه ويمشي يتسارى ويمشي يدور العالم ويدير هذا، ولا باقي تابع ليا الكرسي؟ وتخلي هذوك الشباب ديالك يزيدوا بداك الحزب. الحزب استقلال اي هما شبو جابوا نزار بركه ولا، ولكن مازال عندك مسامر البيضه، حابسي الحزب. اكبر خطر على المغرب هو الانتخابات الجايه هذه الاولى. علاش؟ لانه الا عندك الناس قاطعوا الانتخابات وما مشاوش يصوتوا وقاطعوا كل شيء، شنو غيطلع لك؟ غادي يطلعوا لك وحدين مفسدين، غادي يطلعوا لك بحال الناس اللي طالعين اللي كيسيرونا دابا. ما الناس اللي كيسيرونا دابا ما نقولوش مفسدين باش ما نكونوش خايبين، فيهم المفسدين، ولكن عندنا ناس ما عندهمش تجربه. ناخذوا غير مدينتنا اكادير، ما عمرها وصلت لهذه الوضعيه اللي وصلت لها دابا، حتى ملي كانوا كيسيروها الاشتراكيين ولا غيرهم زعما كانوا ناس على قد الحال، وكانت اكادير واخا هكاك زايده لقدام. اليوم وصلنا لهذا علاش؟ لان الناس قطعت انتخابات، لان طلعوا وحدين ما عندهمش تجربه، كارثه. ما نمشيوش ما نحصروهاش غير في الانتخابات، لان حتى الاحزاب تابعين غير انتخابات وشنو غنديروا، شنو تابعين المناصب، تابعين الكراسة، ما تابعينش المصلحه العليا ديال البلاد. كتشوفي بان شمال افريقيا نبداوها من مصر، اش وقع فيها؟ كيفاش الاخوان كانوا بغاو يستولوا ودخلت امريكا وهذا ودخل سيسي. عندك ليبيا هي كلها حروب، تونس السياحه مشات وها هي كيحاولوا باش يرجعوا الديمقراطيه ويديروا شي حاجه، الجزائر على صفيح ساخن هي مازال ما بانتش، شكون اللي كيبقى؟ بقينا غير حنا. يا حنا غادي ندوزوا هذه المرحله بسلام، يا ما غاديش ندوز بسلام. وهذه كتبقى ماشي بيد المسؤولين، راه بيد حتى المواطنين. وحتى علاش كنقول لك انا الناس كلهم كونسونتريين وكل شيء ملهي، والاحزاب السياسيه غدا على الانتخابات، اودي خصنا نشوفوا كبار من الانتخابات، راه كاين خطر قداشنا هو كيهدد المغرب وجاي المغرب.
دونك ملي كنقولوا جاي الحراك الاجتماعي، الناس راها في المغرب دابا راه كاين الاحتقان، كاين الناس ما راضيينش على بزاف د الحوايج، كاين الناس ساخطه على الوضع، كاين بزاف يعني قنبله موقوته. تعرف اكبر خطر وهو الناس ملي كتكون ساكته، ياك بحال داك البركان ملي كيكون ساكت ما كتعرفوش امتى غيطرطق عليك وما كتعرفوش فين غيطرطق عليك. اما ملي كتشوفو بحال قلتي كي بلبل بالعربيه وكيوجد كتعرف وكتضرب حسابات امتى غيطرطق، ياك. انا نفضل الناس دوي، الناس نخلي ليها المتنفس فين دوي، فين دير فيديو، فين دير مواقع، فين دير هذا، والواحد ياثر ويعرف كيفاش يدوي وكيفاش هذا، ولا تقمع وتسكت كلشي وغدا تنوض ليك وما تعرفش ما تعرفش كيفاش غتشدها. مع العلم ان حتى حاجه ما كتخطط، ما تقولش بحال دابا تونس بانه راه حيت هذاك حرق راسو، هذاك الشيء علاش ناض الربيع العربي. لا، ثلاثه شكايات عاديين. اولا كاينه ديال المالوكي وما كنتراجعش على الكلام اللي قلت، ومازال غادي نمشيو للجلسات في الاستئناف، وكنت كنتوقع هذا الشيء، ومازال كاين واحد الشكايه اخرى غادي تجي، لانه كاين واحد رئيس الجماعه والناس اللي معاه فاسدين، ومازال غادي نبين هذا الفساد اللي داروا. هذا رئيس الجماعه اللي خليه فاسد، خليه هو جاي، هو جاي جاي في الطريق، خليه. هذه ماشي مفاجاه، لا عادي، كل الناس عارفين وكل شيء ساكت. انا غادي نبين ويمشي للمحكمه وغادي نجبد انا الوثائق ديالي ويدبر راسه، والمحكمه غتقول اللي بغات، ما عنديش مشكل. باينه لان ملي كتشوف البسيكولوجيه ديال السيد كي داير، كيفاش كيخمم، كيفاش كيتصرف، وشكون اللي معاه، دير غير تعرف الحرفه شي شويه. المهم غير خليها نفس الحزب، خليها حتى تشوفي، فلا تشوف ماشي بعيد في الايام اللي جايه حتى غادي تسمعوا راه مشى حط شكايه عادي. وما غادي غيتقاموا عليا غالي الا عمرتهم، اللي يمشيو يشربوهم ليا ويقول لك انا سكرت المجلس، ما يمكنش. مشيت ملي كيجيو الزوار لاكادير، اول حاجه في الذهن ديالهم هي اكادير وفلا. ملي كتمشي لاكادير وفلا وكتلقى القنينات ديال الخمر مليوحين، كنقولها المجلس البلدي مديور باش يجمع هذا الشيء. الناس كيلوحوا القنينات، ماشي شغل، ماشي شغلنا، كيلوح سكران ما عندك ما دير ليه، كيلوح. علاش ما نحطوش ليه حاويات الازبال فين يحط؟ ما يمكنش تمنعهم، اياه ممنوع في الاسلام، ولكن راه حنا دوله كاين الحريات الشخصيه. في اي دوله نبسطوا الامور، نقي الدنيا، نقي الدنيا. الناس ديال الامن يقولوا ابتداء من اليوم في اكادير غنديروا لي زالكوتيست، علاش؟ باش الناس اللي خارجه تشرب غندي معايا انا صاحبي اللي غادي يسوق الطوموبيل، ملي غنخرج سكران غادي يسوق صاحبي ولا يسوق الطوموبيل. في الدول الاوروبيه راه هادشي اللي كاين، راه كتعرف الخرجه ديال لي ديسكوتيك ولا المناطق السياحيه، كتلقى مثلا في اسبانيا الكوارديا سيفيل، وكتلقى البوليسيا في فرنسا قانيين كيتسناوك غير تجي، وغير كتجي فيك في التيلال دوزاج الطوموبيل الفوريه، انت كتشد الطاكسي وكتخلص الغرامه قداش هي. حنا ما دايرينهاش، علاش ما دايرينهاش؟ اداره الامن اللي غتحل من المسؤوليه في هذا الموضوع هذا. دابا حنا دويت انا بسطت، انا منزلت يا ودي جمعوا غير زبل، حنا ما قلنا والو. ديت بالتحت اللي هو تسير، لما كتكون عندك مدينه مسيره بالدقيق بالطريقه الصحيحه. ايوا علاش طنجه؟ مال طنجه ما عندهاش هاد المشاكل اللي عندنا حنايا، لان حتى هما كيسكروا، حتى هما عندهم ناس وهذا، وما عندهمش هاد المشاكل اللي عندنا حنا. ولكن التسير ملي كيكون مدينه جميله وعندك واحد الشراكه مع المجتمع المدني وعندك شراكه مع جمعيات، عندك كل شيء خدام، ما غطيحش في هذه المشاكل هذه. حنا عندنا هاد الاش غنقول لك، التسير عندنا فاشل. ملي كنجيو لاكادير نزل لي غير لاكوط، حنا ما غنمشيوش بعيد، نزل لاكوط مسخه زبل، كلها مزبل. غتمشي للتشيره فضيحه، وحتى كنعاود نقولها رئيس المجلس البلدي داخل في شي حوايج ديال العقارات فضيحه. غير نمشيو لانزكان، واش عباد الله يعقل مدينه مسخه مداخلها، مسخه مكرفصه كلها؟ غير نمشيو للسوق ديال الجمله اللي كاين تما، مكري سنويا مليار و200، كيدخل مليار شهريا. لان عريت على واحد الواقع في انزكان ديال سوء التسيير، السيد الله يعمرها دار رئيس مجلس بلدي كاخلاق كانسان الله يعمرها دار، غير كيبان ليا في التسيير عنده مشكل، لان مازال ملفات اخرى في انزكان وخايب داك الشيء حشومه. المواطن المغربي يستاهل احسن، ومني بهذاك سوء التسيير، لان كاينه ناس اللي كتعمر جيبها
على ظهر المواطن. هذاك المواطن لما كيكون عندنا التسيير، عندك مستشفى خاسر، عندك التعليم، عندك هذا اللي كيدير الاحتقان. الوغ كيمكن لينا، علاش كنضرب انا، كيمكن لينا غير هاد المنتخبون يديروا غير خدمتهم مقاده، غير يصلحوا، راه غتكالمي لي زيسبري وكلشي غادي يكون مقاد. بالنسبه للشكايات ماشي كصحافي ولا شنو، كمناضل لي فيديو كنديرهم كمناضل غيور على المدينه ديالو. المشروع الاعلامي اللي عندي مشروع اعلامي متكامل، فيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي يبدا في شهر اكتوبر. يعني تمن بعض الصحفيين كاينين وجدوا، رحنا في الاجراءات الاداريه التدريب، المهم كاين شحال حاجه اللي كنوجدوا فيها غادي، دونك ما عندناش مشكل. جريده، لا جريده الكترونيه وفيها تلفزيون الكتروني ويب تي في وفيها راديو حتى هو عن طريق الويب. الله يعمر هدر صديقي، مشيت عنده في واحد الوقيته اللي كنت محتاجه، لقيته واقف معايا واحد الوقفه ما غنساهاش ليه كرئيس حكومه. المهم كان يمكن ليه يبقى غير في الحزب ماشي كرئيس حكومه، ما عندوش الكاريزم ديال رئيس حكومه، ما عندوش ديك الجراه هذيك القوه ديال رئيس حكومه. احسن ليه يبقى في الاعمال ديالو يبعد من السياسه، لانه ناجح في الاعمال، سياسيا يرتكب اخطاء. كنشكر الزوار والمتتبعين ديال جريده زوم تي في، وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وبغينا حتى نتوما كمشروع اعلامي يزيد لقدام، محتاجين مقاولات اعلاميه. رانا غندير مقاوله اعلاميه ولكن محتاجين ديك التعدديه، محتاجين كل واحد في الدومين ديالو، كل واحد يناضل. راه نضال تاع العمل الصحفي، راه نضال، كل واحد يناضل باش في الاخر ما نقولوش اكادير ولا الجهه، احنا بغينا واحد المغرب جديد، عينا من داك المغرب القديم، بغينا نطوي صفحه ونبدا واحد الصفحه جديده اللي لولادنا نخلي واحد المغرب زوين، ماشي حتى حنا نهزو الشكاره ونمشيو في حالاتنا.